بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نكمل الموضوع شابتر 12 اللي كان عنوانه One Way Analysis of Variance أو One Way ANOVA. وزي ما حكينا المحاضرة الماضية، الهدف من الأنوبا أو ال One Way ANOVA هو مقارنة عدة أوساط إذا كانوا متساويين أو غير متساويين. يعني هاي الفرضية الأساسية بدي أختبرها، فبكون أنا عندي كي من المجتمعات وحابة أعرف أو أقارن أوساطهم هل هم متساويين أو غير متساويين. فهاي النظرية الأساسية في اختبارات الأنوبة زي ما أنتم شايفين حاكي هون The analysis of variance is used to compare two or more means is called one way analysis of variance. الآن تعلمنا المحاضرة الماضية أو أخذنا مثال بسيط إنه حكينا في باحث حاب يقارن ثلاث طرق علاج لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وحكينا إنه أخذ 15 مريض وزعهم عشوائيا لثلاث مجموعات، كل مجموعة كان فيها خمسة، ومجموعة خلاهم يستخدموا دواء معين، مجموعة خلاهم يتبعوا اكسرسايز معين، ومجموعة خلاهم يمشوا على حمية معينة لمدة 4 أسابيع. بعدها شو شاف كم نزل ضغط الدم عندهم وسجل القراءات اللي انتم شايفينها هون. المحاضرة الماضية تعلمنا كيف نجاوب على سؤاله، وكان سؤاله هل الثلاث طرق متكافئات في علاج ارتفاع ضغط الدم، أو بمعنى آخر هل بنزلوا ضغط الدم بنفس المعدل. فعملنا اختبار فرضيات باستخدام الأنوبا، وصلنا لقرار بالآخر إنه الثلاث طرق كانوا غير متكافئات، لأنه كان قرارنا بالآخر إنه نرفض الفرضية الصفرية. فكانت خطوات الأنوبا كالتالي: طبعا بالأول في شروط لازم نتأكد منها، إنه العينات مستقلة عن بعضها البعض، المجتمعات تتوزع normally distributed، والفارينسز متساويين، يمكن غير معروفين ولكن غير متساويين وكلهم بيساوى سيجما سكوير. بعد هيك انتقلنا للأنوبا، حكينا الفرضية الصفرية كل الأوساط متساوية، الفرضية البديلة على الأقل أحد الأوساط مختلف. بعدين حسبنا تباينين، واحد سميناه تباين بين الأوساط، والثاني سميناه تباين داخل العينات. فالتباين بين الأوساط سميناه S سكوير بي. له قانونين، بس إحنا رح نستخدم القانون الثاني لأنه أسهل للتطبيق. وبعدها بنحسب التباين داخل الأوساط اللي هو S سكوير داخل العينات عفوا اللي هو S سكوير W، هو نفسه البولد فيريانس وهي قانونه. بعدها بنحسب التست ستاتستيك، أعطيناها رمز اف نود وتساوي اس سكوير بي على اس سكوير دبليو. طبعا هاي قيمة دائما موجبة، مستحيل تكون اف نود قيمة سالبة لأنه موجب فيريانس على فيريانس، فأكيد موجب. بعد هيك حددنا ألفا، كم بدنا ألفا، حسبنا درجات الحرية حسب القوانين الموجودة هون. بعدها بنحكي إذا كانت القيمة المحسوبة التست ستاتستيك أكبر من القيمة الجدولية اللي رحنا جبناها من جدول F، ساعتها بكون قراري إنه ريجكتنا الهايبوثيسز. وهاي النتيجة اللي إحنا وصلنا لها المحاضرة الماضية في سؤال علاج ضغط الدم. فهاي البيانات اللي كانت عندنا، حلينا السؤال وصلنا لنتيجة إنه نرفض الفرضية الصفرية. اليوم إن شاء الله راح نحكي كيف ممكن البرامج الإحصائية زي المينيتاب أو الـ SPSS أو لغة R، كيف ممكن يختصروا لنا الحسابات، أو كيف ممكن يظهروا لنا الحسابات. يعني بعد ما أنا أدخل العينات على الكمبيوتر وأطلب أنوبة بيطلع لي جدول زي ما أنتم شايفينه. هسا خلينا بس نشرح إيش الأرقام الموجودة في الجدول وإيش هاي الرموز عفوا. في عندنا في الرموز في الجدول أول إشي بكون حاطط لنا مصدر التباين، يعني التباين اللي محسوب لإيش بده يكون محسوب. في عندنا مصدرين إحنا في الون واي أنوبة، المصدر الأول between groups والمصدر الثاني within groups، ومرات بسموه error. وكمان هاي between groups مرات بسموها treatment، يعني حسب لغة البرمجة أو البرنامج اللي بتشتغلوا عليه. مرات إحنا راح نسميها between groups، مرات بيكون اسمها treatment نفس الإشي بس تسميات مختلفة. المصدر الثاني اللي هو زي ما حكينا within samples أو بسموه مرات الإيرور. وبعدين في عندي total. بعدها بنحط السم اوف سكويرز. هسا ايش هاي السم اوف سكويرز اللي هي راح نصير نختصرها اس اس. خلينا نشوف ايش هاي من المحسوبه. طبعا احنا تعلمنا المحاضره الماضيه انه لما احسب اس سكوير بتوين جروبس قانونه كالتالي: مجموع ان اي اكس بار اي تربيع ناقص ان اكس بار سي تربيع على كي ناقص واحد. البسط هذا هو اللي بنسميه السم اوف سكوير، لانه محسوب بتوين جروبس راح نسميه اس اس بي. فإذا هاي هي قيمة الـ SSB، هي قيمة البسط لما نحسب الـ variance between groups. بعدها تحتها بكون عندنا الـ SSE أو الـ SSW من كلمة within أو error. هاي شو هي؟ نفس الفكرة، الـ S square W اللي حسبناها كالتالي: مجموع N I ناقص واحد S square I على N ناقص K. كمان نفس الإشي، هذا البسط هو بنسميه SSW أو SSE إذا إحنا بنستعمل كلمة error.
فهذا المقدار تحت بيكون هو نفسه هون. طب الاس اس تي هاي اختصار لايش؟ هاي اس اس تي يعني اس اس توتال. اس اس توتال اللي هي تساوي ايش؟ تساوي مجموع هدول الرقمين، نجمع اس اس بي زائد اس اس دبليو، يعني كانها مجموع هدول الرقمين نجمعوهم مع بعض بعطوكم الاس اس توتال. هاي بالنسبة للعمود الأول. العمود الثاني اللي هو degrees of freedom، هذا العمود هو عبارة عن درجات الحرية، هو عبارة عن المقام في الاس سكوير. يعني مثلا الاس سكوير بي هاي مقامها هي نفسها degrees of freedom 1 اللي احنا بنحطها هون. ال ناقص ك هي المقام في الاس سكوير دبليو، بنحطها تحت ونجمعوهم بعطينا اللي هي ال n ناقص 1. بتجمع ك زائد ناقص 1 زائد n ناقص ك، بتروح ك مع ك بصفي عندنا n ناقص 1 اللي هي عدد القراءات الكلية ناقص 1. بعد هيك في عنا عمود الام اس. هذا عمود الام اس او المين سكوير بنتج انكم تقسموا كل اس اس على درجات الحرية اللي جنبها. فالام اس بي بنقسم هدول على بعض اللي هي الاس اس بي على الكي ناقص 1 بعطيني الام اس بي واللي هي نفسها اس سكوير بي بس برمز اخر يعني. واللي تحت هي نفسها هاي الام اس دبليو او الام اس اي، هي نفسها هاي المقدار لما نقسمهم على بعض بعطيني الام اس دبليو واللي هي نفسها اس سكوير دبليو. هذول ما بنجمعهم خلاص، ما في لهم جمع لانه كل واحدة مقسمة على مقام شكل. لما نقسمهم على بعض هذول قسموهم على بعض بعطونا الاف نود، بعطونا اف نود اللي هي تساوي زي ما حكينا من شوي اس سكوير بي على اس سكوير دبليو. بالعادة في الجداول في الكمبيوترات بعطينا كمان خانة او كمان عمود بكون معطينا فيها البي فاليو، بس لأنه إحنا على إيدنا بنشتغل ما في عندنا إمكانية نحسب البي فاليو، فممكن أنا يعني في إحنا نعوضها مكانها إف ألفا إذا بدكم. فالبي فاليو الكمبيوتر بعطيني إياها جاهزة، إحنا بجوز في المحاضرة أو في الشرح رح نستخدم إف ألفا بدال حتى أعطي قرار إذا رح أقبل أو أرفض الفرضية الصفرية. فهاي هو الجدول هيك بنقرأه. هسا لو حدا حسب هاي اس اس تي على ان ناقص واحد يعني هي على درجات الحرية، مش رح نستفيد منها اشي، بس يعني هي شو رح تحسب لنا؟ هي رح تحسب لنا انه لو انا دمجت كل العينات مع بعض وصار عندي بس عينة واحدة، هاي الاس اس تي على ان ناقص واحد هي الفاريانس لهاي العينة اللي نتجت عن دمج العينات كلهم مع بعض. فكأني انا بتخيل كلهم عينة واحدة وبدي احسب لهم فاريانس، فهي بتنتج عن اس اس تي على ان ناقص واحد. فهاي هي، بس احنا ما من يعني بالعاده ما بتلزم، عشان هيك ما بقسموها لانه ما بتلزم لاحقا. اللي بيلزم لاحقا هو الام اس بي والام اس دبليو. فهاي هو الجدول اللي بنتج عنا لما نطلب من الكمبيوتر او اي برنامج احصائي يحسب لنا الانوفا. خلينا نطبق عليه ونشوف السؤال اللي حليناه المحاضره الماضيه كيف نفرغه بجدول الانوفا. هاي الحسابات اللي احنا وصلنا لها المحاضره الماضيه، حسبنا الاس سكوير بي طلعت تساوي 160 21% على 2 وتساوي كلها على بعضها 80 و105 بالألف. حسبنا كمان الاس سكوير دبليو هي قيمتها، اف نود هي قيمتها. عشان هسه افرغ البيانات في الجدول بمسك الاس سكوير بي اللي هي بتوين جروبس، البسط بحطه عند الاس اس يعني هذا المقدار بحطه 160.21، المقام عند درجات الحرية 2، ناتج القسمة بحطه هون على جنبها 80.105 بالألف. هيك احنا بنوزع القيم اللي هي موجودة في الاس سكوير بي. البسط اللي نتج معنا بنحطه تحت عمود الاس اس، الاثنين هي عند عمود درجات الحرية، وناتج القسمة هو 80.105 بكون في عمود الام اس. خلينا كمان نفرغ اللي هي اس سكوير دبليو، هذا المقدار اللي هون البسط 104 بحطه هون 104.8، المقام 12 عند درجات الحرية، ناتج القسمة بكون في عمود الام اس. هاي بالنسبة للاس سكوير دبليو. اف نود بس هون بعوضها، هاي اف نود اللي هي القيمة اللي هون بتعوض هاي قيمتها ناتج قسمة ام اس بي على ام اس دبليو بتصير 9173. ضل علينا السطر الاخير والعمود الاخير. السطر الاخير كل اللي علينا نعمله انه نجمع، يعني اجمع هدول القيمتين اعطوكم الاس اس تي، فالاس اس تي تساوي 160.21 زائد 104.8، بيطلع الناتج بس تجمعوهم 265.1%. فهي بعبي هذا الرقم تحت بصير 265.01. نفس الشيء بالنسبة لدرجات الحرية، اجمعوا هدول الرقمين بعطوكم اللي تحت، فبيطلع الناتج هون 2 زائد 12 ويساوي 14، واللي هو احنا كان عندنا قيمة ان تساوي 15، فكأنه هاي ان ناقص 1. ضل عندنا الخانة الأخيرة اللي هي قيمة الاف، هاي بنجيبها من الجداول، بنروح على جداول الاف ديستريبيوشن هو طالبها عند 5%،
بنروح على الصفحة اللي فيها 1005%، بناخذ درجات حرية من هون 2 ومن هون 12، يعني نستخدم هدول درجات الحرية اللي هون، بتطلع القراءة 3.89. فإذا هون بنعبي القيمة 3.89. هاي طبعا لو احنا مدخلين البيانات على الكمبيوتر رح يعطينا البي فاليو. البي فاليو لما دخلت البيانات على الكمبيوتر أعطاني بي فاليو مقدارها تقريبا بحدود 4 بالألف. لما دخلت البيانات على الكمبيوتر أعطاني بي فاليو 4 بالألف. طبعا إذا متذكرين إحنا المحاضرة الماضية قررنا ريجكت، لا لأنه كانت إف نود أكبر من إف ألفا زي ما أنتم شايفين. فكانت إتش نود عندنا المرة الماضية إنه بدي أقارن 3 أوساط، 101 تساوي 102 تساوي 103، والفرضية البديلة كانت نوت إتش نود. النتيجة اللي وصلنا لها إنه ريجكت إتش نود لأنها كانت إف ألفا، عفوا إف نود أكبر من إف ألفا، فكان قررنا ريجكت إتش نود. كمان لو بدنا نعتمد على البي فاليو، هيها واضحة البي فاليو أقل من 5%، إذا برضه إذا بدي أعتمد على البي فاليو برضه رح يكون قراري ريجكت اتش نود. فهي ببساطة هيك بنفرغ البيانات في الجدول، أو إحنا ممكن نفهم البيانات الموجودة بالجدول بهاي الصورة. فلما يجينا جدول نعرف إنه عمود الأم أس هو بكون حاسب الفارينسز اس سكوير بي واس سكوير دبليو، وهذا العمود فيه الإف نود اللي هي تست ستاتستيك. هذا العمود يا إما بكون فيه البي فاليو أو بنحط فيه إف ألفا، لأنه الجداول معنا فأسهل علينا نحط بإف ألفا، أسهل ما نحسب البي فاليو على إيدنا صعب. خلينا نشوف مثال ثاني. في عندكم هون إكزامبل 2، جدول معبى نص نص نص، يعني في فراغات وفي خانات معبية. بطالب منا السؤال نكمل الجدول الموجود هون، بعد ما نكمله نكتب شو الفرضيات اللي أصلا بنى عليها الجدول، يعني إيش الفرضية الصفرية وإيش البديلة، وإيش هو قرارنا، هل راح نقبل الفرضية الصفرية أو لا. فخلينا نشوف الجدول، نستفيد من الخواص حكيناها المحاضرة في المثال السابق. عندنا هون العمود الأول عمود الأس أس، في فراغ أول إشي، بعدين الأس أس دبليو 42.333، والتوتال 92.950. فأكيد كيف بدي أطلعها؟ بنعرف إنه هاي عبارة عن مجموع هدول الرقمين. فهاي الطريقة بنطلع ايه، فبنحكي اذا احنا يعني واضح انها ايه زائد 42.333 تساوي 92.950. هدول هاي المعادلة معناته ايه كم تساوي، اللي هي بالنسبة لنا تعبر عن الاس اس بي، هاي تساوي قيمتها بعد الطرح تطلع معكم 50.617. اذا قيمة ايه 50.617 بالألف. هيك خلصنا ايه. ننتقل الآن للعمود الآخر، في عنا قيمة مجهولة كمان بي، برضو بنعرف إنه مجموع هدول بيعطينا 19، فإذا إحنا بنعرف إنه 3 زائد بي رح تعطينا 19، إذا بي تساوي 19 ناقص 3 وتساوي 16، هي قيمة بي 16. تمام، من هون كمان يعني قبل ما أنتقل للعمود المين سكوير بإمكاني أعرف قيمة إنه كي من العمود اللي هو degrees of freedom. بنعرف إنه هاي الثلاثة اللي بالخانة الأولى، الثلاث هاي الثلاثة هي عبارة عن كي ناقص واحد، هاي عبارة عن كي ناقص واحد، إذا معناته هاي كي ناقص واحد، إذا كي تساوي، إذا كي تساوي 4. تمام، والأخيرة هي عبارة عن إن ناقص واحد، فإذا إن تساوي 20. فإذا إحنا عندنا في السؤال كاين قيمة إن 20، يعني عدد العناصر الكلية في إن تساوي 20، وعدد الأوساط اللي بدي أقارنهم 4 أوساط لأنها كي 4. فعرفنا من القوانين. طبعا إذا حابين تتأكدوا هي إن ناقص كي اللي هي بي نفسها إن ناقص كي، إن 20 وكي 4، 20 ناقص 4 برضو 16. فهيك إحنا يعني كسبنا من عمود degrees of freedom إنه عرفنا عدد العناصر وعرفنا كمان عدد الأوساط اللي بدي أقارنهم. ضل علينا سي ودي. سي ودي هم عبارة عن ناتج قسمة السم أوف سكوير على الدرجات الحرية. فلو بدي أحسب الرقم سي بيطلع معنا سي يساوي اللي هو 50.617 تقسيم درجات الحرية اللي هي 3، بيطلع الناتج يساوي 16.872، هي قيمة سي. إذا اللي هي نفسها الإس سكوير بي أو التباين بين الأوساط بيطلع 16.872. نفس الإشي بنحسب دي، دي بنفس الطريقة بنحسبها، دي برضو تساوي حاصل قسمة 42.333 على 92 على عفوا 16 أسف على 16، بيطلع معكم الناتج يساوي كم؟ بيطلع الناتج يساوي 2.646. حاولوا دايما قربوا لثلاث منازل مشان تكون حساباتكم دقيقة أكثر.
بعد ما حسبنا سي ودي بضل علينا الآن نحسب اي اللي هي حاصل قسمة الاس سكوير بي على اس سكوير دبليو. إذا اف نود تساوي اف نود تساوي حاصل قسمة اس سكوير بي اللي هي 16.872 على اس سكوير دبليو اللي هي 2.646، بيطلع الناتج يساوي 6.376. هاي قيمة اف نود 6.376. ضل علينا قيمة اف الفا، بنروح على الجداول، بنروح درجات حرية 3 ودرجات حرية 16، بنشوف القراءة المقابلة في جدول اف 5%. بتطلع القراءة المقابلة من الجدول 3.24، هاي القيمة اللي هون. تمام، خلص هيك احنا عبينا الجدول، هيك الجدول صار جاهز 100%. طب حدا جرب هيك يروح على الكمبيوتر كمان يحسب البي فاليو، هي أكيد مش مطلوبة على إيدنا، بس يعني إذا حب يتأكد منها على الكمبيوتر تطلع قيمتها تقريبا 5 بالألف. فهي بالنسبة للجدول هيك صار جاهز. هسا بدنا نجاوب على الفرع الثاني، بيحكي لنا إيش هم الفرضيات. طبعا معروف الأنوبة في الشغل عندنا فرضيتين، يعني في الشغل حالة واحدة اللي هم فرضية صفرية الأوساط متساوية والفرضية البديلة الأوساط على الأقل أحد الأوساط مختلف. فهون إحنا الفرضية الصفرية أهم شيء نعرف عدد الأوساط، يعني إحنا عارفين الفرضية الصفرية راح تكون 101 تساوي 102، بس كم وسط في عندنا اللي هو قيمة ك، يعني 4 أوساط. فإحنا راح نقارن 4 أوساط لأنها ك تساوي 4، إذن اتش نود 101 تساوي 102 تساوي 103 تساوي 104، الفرضية البديلة أسهل إشي نحكي نط اتش نود. آخر إشي القرار، إيش قرارنا؟ واضح إنها اف نود أكبر من اف ألفا، إذا هون قرارنا رح يكون ريجكت اتش نود. إذا قرارنا إنه نرفض اتش نود أكسبت اتش 1، يعني الأوساط الأربعة في على الأقل واحد منهم مختلف عن البقية، فإحنا رفضنا إنهم متساويين بناء على القراءات الموجودة هون. فهيك احنا بنكون عبينا الجدول، كثير سهل تعبئة الجدول، يعني اول عمود مجموع اول رقمين بعطينا اللي تحت، degrees of freedom نفس الفكره، مجموع اول رقمين بعطينا الرقم اللي تحت، بعدين بنقسم السم اوف سكوير على degrees of freedom بعطينا المين سكوير او اللي هي اس سكوير بي اس سكوير دبليو، بنقسمهم على بعض بيعطينا التست ستاتستيك اف نود، واف الفا بنجيبها من الجداول حسب درجات الحريه الاولانيات هذول وحسب الفا المطلوبة، وبعدها بنقارن، إذا كانت اف نود أكبر بيكون قرارنا ريجكت اتش نود. طبعا حتى يعني بخلينا كمان نرفض، يعني كمان هاي قيمة البي فاليو بتوجهنا نرفض اتش نود لأنها أقل من 5%. فهيك بنكون أنهينا اكزامبل رقم 2. نشوف مثال الآن اكزامبل 3، بحكي كيف بدنا نعمل فترات الثقة في حال أنا عندي أنوبة، يعني أنا عملت أنوبة وكان قراري بالأنوبة بالآخر إنه ريجكت اتش نود، يعني وصلنا للقرار بالأخير انه ريجكت اتش نود زي ما طلع معنا لما قارنا طرق علاج ارتفاع ضغط الدم. لما يكون قرار ريجكت اتش نود بالعاده راح نعمل مقارنه، راح كومبير ذا مينز، راح نقارن الاوساط. بس كيف بدنا نقارن الاوساط؟ كل اثنين اثنين مع بعض. فانا راح احنا كانت عندنا الفرضيه الصفريه اتش نود 101 تساوي 102 تساوي 103، فممكن الواحد يقارن 101 مع 102، ممكن نقارن 101 مع 103، ممكن نقارن 102 مع 103، في عندنا ثلاث مقارنات. ممكن كمان نقدر كل وسط لحالها، ممكن أقدر 101 لحالها، أقدر 102 لحالها، 103 لحالها، أعمل confidence interval وأقدر كل وحدة وأشوف إيش قيم 101، إيش قيمة 102، إيش قيمة 103. فراح نتعلم يعني كيف نكمل بعد الأنوبة. إذا أنا حابة أعمل فترة ثقة لـ one population mean، حابة أعمل فترة ثقة للفرق بين وسطين، فراح نحل فرع A و B من example 3 تابع للمثال اللي حليناه المحاضرة الماضية. بس للتذكير في الأرقام اللي طلعت معنا المحاضرة الماضية راح نحتاجها هون. طلع كان عندنا حجم العينات N1 يساوي N2 يساوي N3 يساوي 5، كان عندنا قيمة S سكوير W هاي أكيد راح تلزمنا تساوي 8.733، كانت عندنا قيمة إكس بار 1 تساوي 11.8، إكس بار 2 كانت تساوي 3.8، وإكس بار 3 كانت 7.6. فهاي اللي بلزمني لما بدي أقارن نسبتين، عفوا وسطين، أو أقدر وسط واحد، فإحنا بحاجة للأوساط، بحاجة للبولد فاريانس أو اللي هي إس سكوير دبليو، بحاجة لحجوم العينات الثلاثة. فأول إشي هو طالب فترة ثقة 95% لتقدير ميو. طبعا زي ما إحنا متذكرين من شابتر 7، الفترة الأساسية لتقدير ميو هي هاي الفترة X بار زائد ناقص زد ألفا على 2 سيجما على جذر N.
في حال كانت سيجما مجهولة كنا نعوض مكانها اس ونستخدم جدول تي، فهون رح نعمل نفس الإشي. بس بالأنابة إحنا قدرنا سيجما، كنا كان عندنا شرط إنها سيجما واحد تربيع تساوي سيجما اثنين تربيع تساوي سيجما ثلاثة تربيع، كلهم يساوي سيجما سكوير، وهاي قدرناها بإس سكوير دبليو. فلما بدي أقدر سيجما هون ما بقدرها بإس 1 أو بإس 2 أو بإس 3، يعني خلص هدول بنساهم، بصير أقدر بالبولد فارينس اللي طلع معنا في العينات الثلاثة. فهون اما بدي اقدر وراح استخدم جدول تي، بما انه انا راح اقدر سيجما راح تروح جد زد وراح استخدم تي، راح تصير الفتره كالتالي، راح تصير الفتره كالتالي اكس بار اي يعني حسب ايش ميو بدكم تقدروها زائد ناقص تي الفا 2 هون اس دبليو على جذر ان اي. هيك راح يكون القانون. ايش هي اس دبليو؟ هي جذر لاس سكوير دبليو. ان اي اللي حجم العينه اللي انا بدي اقدر الميو اللي الها، واكس بار اي هي تقديرنا ومتوسط العينه اللي راح استخدمها في تقدير ميو المعينه اللي انا بدي اياها. هسه تي بها درجات حريه، فايش راح تكون درجات الحريه لتي؟ درجات الحريه راح تكون ان ناقص كي اللي هي نفسها درجات الحريه للاس سكوير دبليو. لما حسبنا اس سكوير دبليو حكينا درجات الحريه له مقام تبعه اللي هو ان ناقص كي، فهي درجات الحرية. فالآن إحنا بدنا نقدر 103، فإيش بلزمنا من البيانات اللي هون؟ بلزمنا من البيانات اللي هون التالي، بلزمنا إن 3، بلزمنا إكس بار 3 كمان، وبلزمنا اللي هي إس سكوير دبليو. وأكيد راح أروح على جدول تي وأستخدم وأشوف شو قيمة تي المقابلة لدرجات حرية إن ناقص كي. بس كمان بلزمنا تي ألفا، نروح نجيبها من الجداول، بخلص هيك بتصير العينة جاهزة. فخلينا نروح الأول نجيب قيمة تي. طبعا هون درجات الحرية، درجات الحرية هون اللي هي 12 ناقص عفوا 15 ناقص 3 وتساوي 12. ألفا زي ما أنتم شايفين منها فترة ثقة 95%، فألفا 5%، ألفا 2 25 بالألف. فبروح على جدول تي عند درجات حرية تي 25 بالألف عند درجات حرية 12، بشوف القراءة المقابلة من الجدول تطلع قيمتها تساوي 2.179. خلص هيك صار كل شيء جاهز. فبصير فترة الثقة 95% confidence interval for mu 3 اللي هي طريقة العلاج باستخدام الحمية، كم بالمتوسط كم بتنزل ضغط الدم؟ خلينا نشوف x بار 3 اللي هي 7.6 زائد ناقص t اللي هي 2.179 في اس دبليو اللي هي جذر ل 8.733 على جذر ان اللي هي جذر الخمسة. هيك فبتطلع معنا الفترة 7.6 زائد ناقص هامش الخطأ رح يكون قيمته تقريبا 2.88 أو تقريبا 2.9 إذا بتحبوا تقربوا لأقرب عشر. تطلع معكم الفترة من 4.72% إلى 10.48، يعني أنا قدرت 103 قيمته تتراوح من 4.72 إلى 10.48. فإذا نحكي إنه طريقة الحمية بتنزل ضغط الدم بمعدل بتراوح من 4.72% وحدة إلى 10.48% وحدة، وعندنا ثقة في كلامنا 95%. فهاي الطريقة اللي بنقدر فيها أحد الأوساط بعد استخدام الأنوبة. الآن لو أنا بدي أقارن أو أحسب فترة ثقة لفرق بين وسطين، إيش أعمل؟ فخلينا نشوف فرع بي. فرع بي بيحكي لنا أعطينا فترة ثقة 95% للمقارنة بين وسطين اللي هم ميو واحد وميو اثنين. خلينا أذكركم بالفترة الأساسية للفرق بين وسطين. كانت الفترة الأساسية هي x بار واحد ناقص x بار اثنين زائد ناقص زد ألفا اثنين تحت جذر سيجما واحد تربيع على n واحد زائد سيجما اثنين تربيع على n اثنين. هاي الفترة الأساسية كنا نحكي إذا سيجما مجهولة بنقدرهم بإس واحد وإس اثنين، سيجما واحد وسيجما اثنين بقدرهم بإس واحد وإس اثنين بستخدم جدول تي. بس هون زي ما حكينا مثل قبل إنه سيجما واحد وسيجما اثنين متساويات، هيك الفرضية اللي إحنا أو هاي الشرط اللي إحنا تأكدنا منه قبل ما نبدأ نشتغل أنابة، فما بنفع أقدرهم بقيمتين مختلفات في نفس الإشي، راح أقدرهم بإس سكوير دبليو. فإيش راح تصير فترة الثقة؟ راح تصير إكس بار واحد ناقص إكس بار اثنين، بما إنه بدي أقدر سيجما تقدير فراح أستخدم جدول تي ألفا اثنين تحت الجذر سيجما واحد تربيع بقدرها بإس سكوير دبليو على إن واحد، هاي بقدرها بإس سكوير دبليو على إن اثنين. بالنسبة لدرجات الحرية في جدول تي نفسها إن ناقص كي، هاي هي درجات الحرية في حال بدي أقدر الفرق بين وسطين بعد استخدام الأنابة.
فالآن بدنا نقدر 101 ناقص 102 بيلزمني إكس بار 1 كانت قيمتها تساوي 11.8، بيلزمني إكس بار 2 كانت قيمتها 3.8، بيلزمني كمان اللي هي إن 1 هي نفسها تساوي إن 2 تساوي 5، إس سكوير دبليو طلعت معنا 8.733، وتي هسه حسبناها في الجدول السابق طلعت معنا تساوي 2.179. فخلص كله موجود، علي أعوض تعويض مباشر، فبنحكي إنه فترة الثقة للفرق بين الوسطين 95% confidence interval for mu 1 minus mu 2 s هي الفترة التالية، مركزها 11.8 ناقص 3.8 زائد ناقص t اللي هي 2.179 تحت الجذر 8.733 على 5 زائد 8.733 على 5، فبتطلع معنا الفترة مركزها اللي هو 8.0 زائد ناقص هامش خطأ مقداره 4.7%، هاي هي فترة الثقة، يعني بيطلع الناتج هي الفترة بتتراوح من 3.93 إلى 12.07. فاللي قدرناه إحنا هون هو الفرق بين ميو واحد وميو اثنين، بيطلع هيك إنه ميو واحد ناقص ميو اثنين هذا الفرق أكبر من 3.93 أصغر من 12.07. هاي معناها إنه بما إنه الصفر مش بالفترة والطرفين موجبات، معناها ميو واحد هي أكبر من ميو اثنين، يعني بمعنى آخر إنه طريقة الدواء في علاج ارتفاع ضغط الدم أفضل أو بتعطينا أو بتنزل ضغط الدم بمعدل أكبر من طريقة الإكسرسايز، والفرق بتراوح من 3.93% وحدة إلى 12.7% وحدة. فهي إحنا هيك قدرنا الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية، بإمكانكم هيك تجربوا حالكم تقدروا الفرق مثلا بين ميو واحد وميو ثلاثة أو بين ميو اثنين وميو ثلاثة، مثلا تشوفوا هل أنهم الأوساط المتساوية أنهم من مختلفين. بإمكانكم كمان تقدروا ميو كل واحدة لحال، يعني ميو واحد لحال، ميو اثنين لحال، ميو ثلاثة لحال. فهي بالنسبة للتقدير، طبعا في طرق أخرى للتقدير غير، يعني في فترات ثقة مبنية بقوانين مختلفة وجداول مختلفة، ولكن إحنا اخترنا أبسط طريقة شبيهة في اللي إحنا تعلمناه بشابتر 7 و9. فهي بالنسبة إذا حد حاب يعني طلع معه reject it's not بكمل، ما طلع معنا القرار بالآخر إنه accept it's not ما في داعي لهذه الخطوات، لأنه خلص إذا إحنا قبلنا it's not معناها بنحكي الأوساط متساوية، فما في داعي أعمل مقارنة بينهم أصلا، إنه أنا قبلت إنهم متساويين. فننتقل الآن لمثال آخر اللي هو example 4. example 4 بيحكي لنا هاي البيانات اللي معطيني إياها في الجدول هي كمية الألياف الموجودة بثلاث أنواع طعام، الأنواع أو أنواع فطور، يعني أنواع الفطور واحد، النوع الأول فيه حبوب، الثاني فواكه، الثالث خضار. فإحنا أخذنا كذا وجبة فطور حبوب وقسنا كمية الألياف الموجودة بالجرام وسجلنا القراءات، ومش بس هيك كمان السؤال مريحنا بزيادة، معطينا حجم العينة متوسط القراءات والفارينس الموجود في العينة، يعني مريحنا بزيادة، هاي الخطوة كثير ريحنا فيها لأنها بتحتاج وقت. فالسؤال بيحكي هل هناك عند 1005% هل هناك دليل بخليني أستنتج إنه في فرق بمتوسط كميات الألياف الموجود ضمن الفطور باختلاف نوعه إذا كان فواكه أو خضار أو حبوب؟ فبدنا نقارن ثلاث أوساط اللي هي كميات الألياف الموجودة بالوجبات حسب نوعها إذا كانت حبوب أو فواكه أو خضار. فالسؤال بيحكي بدنا نكون الأنوفا ونعمل جدول أنوفا كمان ونختبر عند 1005% ونعطي قرار. فخلينا نبدأ، طبعا أول خطوة هي الفرضيات أكيد، فراح نحط الفرضية الصفرية. الفرضية الصفرية بتحكي إن متوسط كمية الألياف بالحبوب، خليني أسمي الحبوب رقم 1 والفواكه 2 والخضار 3. فالفرضية الصفرية بتحكي إن متوسط كمية الألياف في الحبوب تساوي متوسط كمية الألياف في الفواكه تساوي متوسط كمية الألياف في الخضار. الفرضية البديلة H1 بس علينا نحكي إيش نط H0. خلص هاي هم الفرضيات. السؤال بيحكي هل هناك فرق، يعني احنا نشوف اذا الفرضية البديلة راح نقبلها او لا. بعد ما حددنا الفرضيتين ننتقل الان نحسب قيمة، طبعا كي عندنا في السؤال ثلاثة، نقارن ثلاث اوساط فكي تساوي 3، ان اللي هي مجموع حجوم العينات يعني 9 زائد 7 زائد 8 بتطلع 24، يعني لو عديت القراءات بيطلعوا 24 قراءة. فاحنا جمعنا ان 1 وان 2 ان 3 اعطتنا اياها جاهزة. الآن حتى نحسب S سكوير بي بلزمنا الكومبايند مين، الكومبايند مين X بار C حسب القانون يساوي N1 في X بار 1 زائد N2 في X بار 2 زائد N3 في X بار 3 على N. طبعا هم ما بنفع أحكي مجموع الأوساط على عددهم لأنه العينات غير متساوية في الحجم، فبنجمعهم تطلع معنا هاي 9 في 6
زائد 7 في 3.5 زائد 8 في 4.2 كلها مقسومة على 24، تطلع معنا قيمة الكومبايند مين تساوي 4.671. هاي قيمة الكومبايند مين. طبعا قبل ما ننتقل لازم نتأكد إنه الكومبايند مين بين أكبر وسط وأقل وسط، أكبر وسط كان 6، أقل وسط 3.5، 4.671 بينهم. إذا يعني هيك نوعا ما الواحد بيكمل هو يعني نوعا ما مطمن إنه حال صح أو حاسب الكومبايند مين بطريقة صحيحة. بعد ما حسبنا الكومبايند مين ننتقل الآن نحسب اللي هي اس سكوير دبليو، اس سكوير عفوا بي واس سكوير دبليو جهتين. اس سكوير بي تعتمد على اللي هي القانون التالي، اس سكوير بي تساوي ان واحد اكس بار واحد تربيع زائد ان اثنان عفوا اكس بار اثنان تربيع زائد ان ثلاثة اكس بار ثلاثة تربيع ناقص ان الكلية في الكومبايند مين تربيع على كي ناقص واحد. هاي قيمة ال S سكوير بي. بنعوض الأرقام اللي عندنا فبتطلع اللي هي 9 في 6 تربيع زائد 7 في 3.5 تربيع زائد 8 في 4.2 تربيع ناقص 24 في الكومبايند مين اللي حسبناه من شوي اللي هو 4.671 تربيع كلها على كي ناقص واحد يعني على 3 ناقص 1. بطلع الناتج معنا يساوي 27.270 على 2. طبعا أبدأ أخلي هذا الكسر مهم حتى أعبي جدول الأنوبة بالزمنة. بطلع الناتج كله يساوي 13.635. هاي قيمة S سكوير B. هاي خلصنا التباين بين الأوساط. ننتقل الآن نحسب التباين within samples اللي هي S سكوير W. قانونها إن واحد ناقص واحد في الفارينس العين الأولى زائد إن اثنين ناقص واحد في الفارينس العين الثانية زائد إن ثلاثة ناقص واحد في الفارينس العين الثالثة كلها مقسومة على إن ناقص كي. فبطلع الناتج يساوي 9 ناقص 1 في الفارينس اللي هو 6 كنا حاسبينه موجود عندنا في الجدول، 7 ناقص 1 في الفارينس اللي هو قيمته 3.577 زائد 8 ناقص 1 في الفاريانس اللي هو قيمته كانت 7.697. هاي كلها على إن اللي هي 24 ناقص كي اللي هي 3. بيطلع الناتج 123.41 على 21، بيطلع الناتج كله 5.873. طبعا هدول كمان بهموني حتى أعبيهم بجدول الأنوبة. فهي بالنسبة ل S سكوير W. طبعا الآن بعد ما حسبنا S سكوير B و S سكوير W ننتقل الآن نحسب اللي هي F نود تست ستاتستيك ونقسمهم على بعض، يعني S سكوير B على S سكوير W تطلع تساوي 13.635 على 5.873 تطلع قيمتها تساوي 2.322. هاي قيمة F نود. طبعا حتى أكمل حل السؤال كان طالب مني ألفا تساوي 5%، ألفا تساوي 5%، درجات الحرية تساوي التالي: درجات الحرية 1 هي مقام S سكوير B اللي هي 2، درجات الحرية 2 اللي هي مقام S سكوير W اللي هي 21. فبروح على جداول F على الصفحة اللي فيها ألفا تساوي 5% عند درجات حرية 2 مع 21، نشوف القراءة المقابلة، تطلع القراءة المقابلة تقريبا 3.47. ظلت آخر خطوة اللي هي المقارنة بين F نود و F ألفا. دائما باختبارات الأنوبة نحكي reject H node، القرار بيكون دائما هيك reject H node F إذا كانت F node أكبر من F ألفا. هاي بشكل عام. بس إحنا هون in this example في هذا المثال كانت عندنا F node تساوي 2.322 مش أكبر من F 5% اللي هي تساوي 3.47. بما إنها مش أكبر إذا قرارنا إيش رح يكون؟ قرارنا رح يكون كالتالي: إنه accept H node reject H 1. إذا معناته إحنا قبلنا إنه متوسط كمية الألياف الموجودة بالثلاث أنواع طعام متساوي سواء كان حبوب أو خضار أو فواكه. هي النتيجة اللي وصلنا لها بناء على البيانات اللي كانت معنا وعند ألفا تساوي 5%. بعد حدا دخل البيانات على الكمبيوتر رح يعطي الكمبيوتر قيمة البي فاليو
الكمبيوتر طبعا بيعطينا البي فاليو. بما انه هون احنا كان قررنا انه نقبل اتش نود، فتوقع البي فاليو راح تكون اعلى من الفا، فالكمبيوتر راح يعطيكم البي فاليو تساوي تقريبا 0.123 زي ما انتم شايفين، اكبر من الفا زي ما توقعنا. وهي اصلا هيك المفروض تطلع، ما دام انا قبلت الاتش نود معناته البي فاليو اكبر من 5%. بالفعل هي تساوي تقريبا 123 بالالف. ظل اخر خطوه نفرغ هاي البيانات في جدول الانوبه. خلينا نشوف كيف بدنا نفرغهم في جدول الانوبه، بس خلينا نكتب الحسابات اللي حصلنا عليها هيك على السريع. فالحسابات اللي حصلنا عليها كانت كالتالي: اس سكوير بي كانت تساوي 27.270 على 2 وتساوي 13.635. اس سكوير دبليو كانت تساوي 123.341 على 21، كانت قيمتها تساوي 5.873. وإف نوت طلعت معنا تساوي 2.322، وإف ألفا أو إف 5% طلعت تساوي 3.47. هاي حسبناها من في الصفحة اللي قبل. الآن بس بدنا نفرغهم بالجدول. بالنسبة لعمود السم أوف سكوير، رح نعبي أول إشي بتوين جروب اللي هو رح يطلع معنا هون، رح نعبي 2.7.270، درجات الحرية 2، والناتج 13.635. هاي عبينا اللي هي اس سكوير بي. الآن عبي البيانات اللي حصلنا عليها من اس سكوير دبليو، بتكون هون 123.341، درجات الحرية 21، والجواب 5.873. طبعا بعدها رح نعبي اللي هو الاف نود. هاي قيمة اف نود بتكون هون 2.322، والاف الفا 3.47. ضل عندنا آخر سطر، هو عبارة عن المجاميع، يعني آخر سطر بس عليكم تجمعوا هدول القيمتين، بعطوكم السطر الأخير. فالاس اس تي تساوي 27.270 زائد 123.341، بيطلع الناتج يساوي 150.611. بنعبي هذا الرقم هون في آخر خانة في العمود الأول. بالنسبة لدرجات الحرية، اجمعوا 2 زائد 21 بعطينا 23، أو بإمكانكم تعبوا إن ناقص 1 بدل، اللي هي إن كانت 24 ناقص 1 23. خلص هيك صار الجدول جاهز 100%. وهيك بنكون أنهينا شابتر 12. فبضل عليكم تجربوا تحلوا الأسئلة اللي موجودة في المسائل ورا. يعني هون عندنا في البروبلمز في عندنا 3 أسئلة، سؤال أول وسؤال ثاني. السؤال الأول هدفه يقارن مدى تركيز الأطفال بعد تناول 3 أنواع مختلفة من الفطور، يا إما الطفل ما يتناول فطور نهائيا أو يأخذ فطور خفيف أو فطور كامل، بعدين قاسوا كمية التركيز أو مدة التركيز عند الطلاب، طب حصلوا على هاي القراءة. فبيحكي لك هل نوع الفطور بيأثر على متوسط التركيز، فهاي اللي بدكم تشوفوه. طبعا رح تستخدموا الأنوبة. بيأثر يعني معناته المتوسط رح يختلف من نوع فطور للآخر، أما إذا كان نوع الفطور ما بيأثر فمعناته المتوسط رح يضل ثابت، يعني الأوساط رح تكون متساوية. فهي معناها. بالنسبة للسؤال الثاني، بدهم يشوفوا يقارنوا 3 أنواع حمية، 3 طرق حمية اللي هم A و B و C، كيف بتزيد الوزن. فخلوا أخذوا عينات ووزعوهم وصاروا وخلوا الأشخاص يتبعوا الحمية لهم لمدة معينة، وبعدين قاسوا الزيادة في الوزن بالوزن بالباوند، وحصلوا على هاي البيانات. مطلوب منكم تشوفوا هل الحميات لها نفس متوسط الزيادة في الوزن ولا لا. والسؤال الأخير، جدول أنوبة بدكم تعبوا، يعني في فراغات بدكم تعبوا جدول الأنوبة، تحكوا إيش الفرضيات بعدين وشو القرار، هل راح تقبلوا أو راح ترفضوا الفرضية الصفرية. وهيك بنكون أنهينا شابتر 12. المحاضرة الجاية إن شاء الله بنبدأ بشابتر 11. يعطيكم العافية لليوم.